بورسعيد تعرضت لأزمات قريبة أثرت على الناس وأثرت على حياة بورسعيد. أزمة الخبطة اللي كانت في إيد الرئيس مبارك، ثم الأزمة العنيفة بتاعت استاد الكورة، كنت سيتك حاكم في وقتها في بورسعيد، وحصل نوع من أنواع سوء التفاهم بين الناس وأهالي بورسعيد، وده أثر على بورسعيد. أنا الحقيقة رحت بورسعيد كتير، من البلاد اللي لازم الواحد يروحها ويحبها جدا، يعني من بطولات ومن تاريخ ومن ما كنت في بورسعيد الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبله ما لقيتش بورسعيد بصراحة. وأنا يمكن قلت لسيادتك ده الكلمتين دول حقيقة، يعني بورسعيد تعاني تعاني تعاني، والناس زعلانة منك أوي، وفي عبارات أنا ما أقدرش أقولها لك، وفي عبارات أنا برضو ما أقدرش أقولها لك، وفي عبارات كتير حاضر أقولها لك. يعني بيقول لك روح مثلا، أنا مش عايز أبدأ بحاجات صغيرة لكن خلي الإسكان شوية، نبدأ بحكاية المدارس. ستك عملت رقم لبور فؤاد للقبول ورقم لبورسعيد، بورسعيد أكتر من بور فؤاد، وما بتديش المدرسين أجازات مرضية، وقلت إنه ما فيش دروس خصوصية، لكن الدروس الخصوصية على ستك شغالة على ودنه، والأهالي بيعانوا معاناة شديدة مع الظروف الاقتصادية القاسية اللي إنهم بيدفعوا فلوس كتير جدا في الدروس الخاصة. طبعا انا بشكر حضرتك وبشكر اهل بورسعيد ان هم ما اظنش ان الشكر ده هيدوم طول الحلقه. لا 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 ليه؟ ربنا يخليك. عشان احنا عملنا شغل كويس قوي بالتنسيق مع مديريه التربيه والتعليم بورسعيد من سنتين. انا توليت المسؤوليه بورسعيد يوم 16/12/2015. قعدت نزلت، نزلت يوم السبت، يوم الاحد اسف، لقيت انا ماشي لوحدي في الشارع الساعه 7:15 لوحدي. استنيت لما المدارس بدات، دخلت المدارس عشان اشوف تحيه العالم واشوف نسبه الحضور لا تتعدى 17%، بل بالعكس لقيت الصف اللي بتاع سنه ثالثه ثانوي صفر، الصف اللي هو بتاع ثالثه اعدادي في الاعداديه صفر، الصف بتاع سته ابتدائي لا تتجاوز 50%. كويس، نشوف النتيجه. فوجئنا بالنتيجه بتاعت الاعداديه جاي اعتمدها، بعتمدها 52%. وولادنا ما بيروحوش المدرسه، يعني دي نتيجه سنتر ونتيجه دروس خصوصيه. طب نشوف نتيجه ثانويه عامه، لقيت نتيجه ثانويه عامه 4% من اهلي وولادي من بورسعيد اللي بيدخلوا بس المرحله الاولى. 4% اللي بيخشوا المرحله الاولى مش نتيجه النجاح؟ لا 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 طبعا. قلت انا ستوب، ومنعت السناتر. الهدف من السنان مع السنتر ان ابني يروح المدرسه. رقم واحد اربط الطالب بالمدرسه. ليه؟ طالب يروح المدرسه هيتعلم حاجه غريبه قوي، الالتزام اللي مش موجود ولا في ملزمه ولا في كتاب ولا مدرس هيقوله له، بس هينموه له. لما احد يروح مدرستي قبل الساعه 7:30 عشان احيي العلم واسمع كلمه الصباح، ده التزام. لما احضر الحصه الاولى والثانيه والثالثه ده التزام، مع تكراره كل يوم بيتعود فيها التزام. الالتزام ده عمره ما موجود ولا في سنتر ولا موجود في كتاب، بس اتعود. حب مصر لما انا كل يوم ابص على العلم واحييه وردد تحيا مصر وتحيا جمهوريه مصر العربيه، كل يوم بينطبع في عيني ويجري في دمي. لما اكبر لما اسمع نشيد بلادي يسمع الاشعر واحن له. طب لما ابني ما يروحش المدرسه هيتعلم دي فين؟